إعدام والقصاص من محسن علي محمد السيد الطنطاوي. لازم القصاص والإعدام عشان حق جوزي يرجع، لأن هو جوزي ماليش ذنب في أي حاجة، هضرب جوزي، جوزي ماليش ذنب. أنا عايزة القصاص، القصاص والإعدام من محسن علي محمد السيد الطنطاوي، بس حق جوزي لازم يرجع. مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان، بنرحب بيكم في تغطياتنا المستمره من داخل محافظه الدقهليه، واحنا النهارده مع الزوجه اللي فاتت زوجها بدون اي ذنب، زوجها ما اذنبش، وطبعا بسبب الخلافات بين أشقائها والجيران على قطعة أرض للأسف الشديد أنهوا حياة زوجها. عامل إيه؟ قولي لنا إيه اللي حصل؟ يعني الواقعة دي من إمتى؟ الواقعة دي من حوالي 4 شهور. أنتوا منين بالظبط تحتي ده؟ إحنا من بجلات، من أزمية الناس. تمام، إيه اللي حصل بعد 4 شهور؟ هو عادي جوزي كان رايح يزرع البطاطس في الارض عادي، محسن هاجم عليه وضربه بالنار، وما كانش ضرب بالنار، هاجم عليه بالسكاكين وشيله هو وابوه واخوه وولاد عمه. كل ده بسبب ايه؟ كانت ارض زراعيه عليها مشاكل وسبناها، اخواتي قال جوزي قال خلافات اصلا ماليش اصلا اي، لا انا جوزي اصلا طول عمره ما بحبش يعني ما بحبش مشاكل، ما بحبش اي حاجه. انا جوزي من غيط لبيت القران والدم بس، ماليش دعوه باي خلافات ولا بحب المشاكل مع حد اصلا. انا جوزي حاله وفي نفسه، انا جوزي صار الدور على الجسر قبل ما يضربه بالنار. عندك كم من انا عندي ولدين، ولدين عمرهم قد ايه؟ خالد واكرم 18 سنه و 11 سنه. حرام يعني لما يتنوم من غير ذنب. ليه يعني ليه؟ جوزي كان عمل ايه؟ جوزي ماليش ذنب في اي حاجه، غدر بيه. يعني زوجك بعيد عن المشاكل وكان خارج مشاكل خالص، خالد لاكل عيش ويزرع بطاطس لا يغدروا بيه. ليه؟ انا عايزه الاعدام. عنده كم سنه الزوج؟ انا جوزي في الخمسينات، متقي عارف ربنا، ملوش علاقه بالمشاكل خالص، ماليش اي علاقه خالص خالص، ماليش. بغدروا بيه ليه؟ ليه ماليش ذنب في اي حاجه؟ ليه يغدروا بيه؟ ما تدخلش في المشاكل دي ولا اي حاجه خالص خالص. هو اترصد له وانتظر هو لمحه في الارض فقام معديله. تمام، من البر التاني بالبندقيه بيضربوا بالنار. ليه؟ انا عايز اعرف. ضربوا بالنار، ضربوا بالنار في بطني. ليه بتاذي واحد ما اذاكش؟ ليه مفيش بينك وبين سابق معرفه اصلا؟ ليه تاذي واحد؟ تموت كمان هم اهله او يعني بوصلك تهديدات؟ يعني كلميني عن الموضوع ده. ايوه بيعرضوا اخواتي، منعنا من الدخول، اللي بروح بيجي بلاقيها عليه بالكلام. انا بعد اذنك ما عادش اقدر اكمل، بس انا عايزه حقي جوزي لازم يبقى، انا عايزه الاعدام والقصاص. بيلقاها على مين بالكلام؟ على اهلي، على اهلي، على اخواتك. أيوة. على اخواتك واولادك. ابني راح مره رجعوه، انا روحت مره رجعوني. ليه؟ حرام يعني، حرام. ما هو معمول له ضبط وحدانه واولاده قاعدين، يعني معمول له ضبط وحدانه وقاعدين في العزبه. ده طبيب في العزبه. تم القبض على القاتل؟ تم القبض على القاتل، انما ابوه واخوه وعيال اخوه ما اتقبضش عليهم، معمول لهم ضبط وحدانه وما اتقبضش. كم واحد متهم؟ كتير. علي النهارده، علي النهارده، احمد الطنطاوي واثنين ولاد محمد علي. النهارده اول جلسه لرجوع حق زوجك، وانت موجوده النهارده بتطالبي بحق زوجك. ايوه. منهم. وعايزه الاعدام لمحسن. ايه اكبر ولادك كام سنه؟ 18 سنه. 18 سنه. 18. لا يتمهم، لا يتم. ولادي ذنبهم اما يتيتموا من غير ذنب، جوزي ذنبه لما يتقتل من غير ذنب. فاكره اخر مره زوجك، اخر حاجه حصلت بينك وبين زوجك او كلام حصل بينك؟ فاطر وشارب الشاي وراح روى البطاطس بتاعتنا وحط الكيماوي وخلص وراح جاب الربه وبعتها مع ابني وراح يزرع البطاطس التانيه. جوزي ماليش دعوه بمشاكل غيرها. انا جوزي لما تكون في خناقه في الشارع بيبعد عنها وبيسيبها وبيمشي، بيقعد وبيسيبها وبيمشي. انا عايزه الحق، هو عايزه الاعدام. ما كانش متوقع خالص مش في دماغه، هو واحد رايح مش قلقان، مش شاغل باله ان دي مشاكل مش بينه وبينهم، هو واخد البطاطس هو وابني ومستنيين. طب ليه اخدوه بذنب اخواتك او بالمشاكل؟ معرفش. اسالوه ليه؟ لا تغدر بيه ليه؟ عمل لك ايه اصلا؟
عمل لك انا عايز اعرف المشاكل دي بسبب قطعه ارض بين يعني بين الجيران وبين خالتك. ما اعرفش حاجه. انت ما لكيش دخل اصلا. انت بنتهم الكبيره؟ انا احنا اتنين اخوات بنات على الصبيان. وانت ما لكيش علاقه اصلا كمان بالهم. انا في المجالات وهم في العوده مركز ديترمس وانا مركز منيه الناصر. يعني هم في بلد ثانيه؟ هم في بلد ثانيه عادي. وعادي الناس كلها بتأجر في اماكن كتير. تمام. دي كرنس مأجرين عندنا هناك في العزبه. ايوه عادي. ايوه عادي. يعني مش شرط المكان اللي انت قاعده فيه تكوني زرعه فيه بس. صح. ده في اماكن تانية كتير. تغدروا ليه بيه ليه 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 يغدروا بيه ليه؟ انا عايزه الاعدام لمحسن. انا بطلب الاعدام لمحسن عشان شفتي النهارده. شفت مين؟ شفتي النهارده في القفص الاعدام؟ حسيتي بايه؟ هقول لك ايه يعني حسيت بايه؟ هقول لك ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وانا من هنا بقول لك انا عايزه الاعدام. اكيد انت من وقت ما شفتيه وانت متضايقه. انا ده اول مره اشوفه لسه. اول مره اشوف بيموتوا ليه؟ يعني بيضربوا نار ليه؟ ما حسيتيش؟ هو اصلا قبل ما يقتل جوز ما هو ضيع مستقبله. ما هو مستقبله ضاع. صح. وضيع راح معاه. صح. ويكتب عيال. ايوه. طب ليه يعني؟ ليه؟ انا عايزه الاعدام المحسن. ما كنتيش متوقعه ان هم يحرموا ولادك من جوزك؟ انا ما توقعتش ان هم يحرموا من غير اصلا. فضل ما يقول ابوه اصلا اللي بيقول له انت سايبه ليه ما تقتله؟ والد القاتل. ايوه يعني عادي. هو اللي شجعه على القتل. قال انا مش قلت لك اقتله؟ سايبه ليه اقتله؟ انا عايزه الاعدام لمحسن بس. طبعا متابعينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين واقعه مؤسفه شهدتها قريه البجلات التابعه لمركز منيه النصر، وهي قتل زوج بسبب خلافات بين اهل اسره الزوجه والجيران على قطعه ارض، وطبعا الزوجه بتطالب بالقصاص العادل العاجل. بشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده. بشكركم والى اللقاء.